السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم راح نحكي عن chapter 3. chapter راح نحكي بشكل عام عن general examination، راح نحكي عن prerequisites، يعني شو الأشياء اللي لازم نعملها ما قبل physical examination، نكون محضرين الانفايرمنت، نكون محضرين حالنا، الهاند ووشنج، وأكم من principle بسيطات، وكم من فايندينج بسيطات ان شاء الله راح نلاقيهم، بس ان جنرال مش نركز على سيستم معين زي الشابترز الجايين. تمام، نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا بالناحيه الجنرال برينسيبلز اوف ذا فيزيكال اكزامينيشن، بدايه راح نلاقي انه الفيزيكال اسسمنت تبعنا ببلش اول ما نشوف المريض. يعني مش مثلا لما انا اكون بلشت مثلا افحص فيه واحط السماعه، لا 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 لا، اول ما اشوفه، اول ما فات العياده، حرفيا اول ما فات العياده انا بلشت اطلع على الجيت تبعته، بلشت اطلع على لبسه، بلشت اطلع على النظافه الشخصيه مثلا، بلشت اطلع انه مثلا هو بحاجه اشي مساعده مشي، بحاجه مساعده حدا، بحاجه عكازه، جاي على ويل تشير. كل هذا الحكي بيفرق معي. 2، السكيلز تبعتنا بالفيزيكال اكزام، الاشي الوحيد اللي راح يحسنها هو البراكتس، براكتس براكتس اند براكتس. من ناحيه الاكويبمنت لازم يكون معنا هدول العشر اكويبمنتس كاملين. باي مره بنعمل فيزيكال اكزامينيشن تكست بوك طبعا انا ما بحكي، ولكن من ناحيه الامتحانات خلينا نحكي انه من 3 لـ 8 اللي هم الأندرلايند إكوبمنت، هدول دائما دائما لازم يكونوا مع الشخص قبل ما يفوت أي امتحان. بداية بالووتش اللي هي ممكن تكون تساعدنا مثلا بالبالبريت بالهارت ريت، الاستاتيسكوب اللي ممكن يساعدنا من ناحية الميرمرز وكل هاي الأشياء، والبرث ساوندز وإن شاء الله راح نحكي عنهم لقدام، التورش عشان فيجواليزيشن تبعت الأشياء، الميجرينج تيب عشان نقيس، التندن هامر عشان الريفلكسز، والتيونينج فورك. هلا من ناحية الانفايرمنت، الانفايرمنت مطلوب منا دايما دايما دايما، هاي اول خطوة بالفيزيكال اوسكيز. بقرأ السؤال، ببلش هاي الأشياء. إيش هي الأشياء؟ 1، لازم أحكي حكي طبعا، اللي هو أنا بالبراكتس لازم أوفر هدول كلهم، ولكن من ناحية الأسكي لازم أحكي إنه الانفايرمنت is quiet، لازم أحكي إنها warm، لازم أحكي إنها clean، لازم أحكي إنها private. هلا إحنا بشكل عام عشان البراكتس بالغرف اللي بكون فيها 6 مرضى مستشفى الجامعة، خلص إذا ما كانت الغرفة مسكرة وما كانت برايفت منسكر البرادي. هلأ 3، good elimination برضو عشان أعرف أشوف، عشان أعرف أفحص. 4، للتشابر بغض النظر عن الجندر، بغض النظر عن الجندر، بغض النظر عن الجندر، هاي عندها 3 مرات. ما تحكي إنه والله ما هو شاب عادي، ما فيش داعي يكون معي مرافق، دائما لازم يكون معك مرافق، خاصة إذا عمالك تفحص بالبرست بالجينيتال أو بالريكتال أريز. ببداية الفيزيكال إكزامينيشن شو لازم أساوي؟ 1، أنا خلينا نحكي فوت الأوسكي، تمام؟ أول إشي بعمله الانفايرمنت، خلصتها تشك. تاني إشي at the start of the physical examination لازم أعمل هدول، شو لازم أعمل؟ مرحبا، انا فلان الفلاني، انا طالب سنة رابعة، اليوم راح افحصك. 2، ممكن اعمل هانشيك وممكن اتجاوزها عادي، يعني اوبشنال هاي باس. 3، لازم اخذ بيرميشن فور افري ستيب، مش بس اول مرة، انا مش حكيت له مرحبا انا احمد مثلا من سنة طالب سنة رابعة راح افحصك، بحكي لي اتفضل مثلا ممكن افحصك، اتفضل. برضو لما احكي له مثلا بدي اكشف عن مثلا بطنك، بتسمح لي؟ راح اضغط هلا، تمام، اقول لك
مثلا راح احط السماعه هلا وافحصك تمام، لازم اشرح كل شيء واخذ بيرميشن وانا عمالي بعمله تمام. طبعا اكيد 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 لازم تغسل قبل وبعد الفيزيكال اكزامينيشن، يعني لازم تحكي على الهاند هايجين برضو بلوسكي، لا تنسى دائما بكون برضو عليها علامات. من ناحية الاكسبوجر هلا كل فيزيكال إلو الاكسبوجر تبعه، يعني مش دائما، يعني مثلا الكاردياك بتختلف عن ال عن البريفير فاسكولار، بيختلف عن الجي اي، يعني مش منطق لما بدي افحص مثلا صدر واحد واشوف اذا مثلا حسيت انه في عنده ويزنج وصفير من الازمه تبعته، زي اللي بدي اكشف عن ركبته لانه اكل ضربه عليها. فكل فيزيكال له اكسبوجر معين، ولازم نعرف كل فيزيكال من وين لوين الاكسبوجر تبعه، وان شاء الله راح نعرف بكل تشابتر. طبعا هي اسنشل، لازم نسال، مش لازم انه على السريع يلا اكشف، لازم احكي للمريض بدي اكشف من هون لهون، لازم احترم المريض، ما اعمل اوفر اكسبوجر خلص، بس الاشي اللي بحتاجه، مش اشلح كل المريض على الفاضي، لا انا بدي بس مثلا اعمل اكسبوجر من هون لهون، يكون واضح بالاكسبوجر تبعي. خمسة برضو بغطي المريض، خلصت مثلا او مثلا بدي افحص جهة معينة بشكل طويل وكذا، عشان المريض ما يبرد او يمرض او اي اشي او يتضايق، برضو بغطي بشيت على اساس اني اريح. هلا الهاند ووش، الهاند ووش تكنيك لازم تعرف انه اتليست 15 سكند، هاي معلومة مهمة جدا 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 وقاعد بجيبوها بالمسيكيو. الهاند ووشنج از امبورتنت in reducing the infections either الالكوهول او السوب بيست. الالكوهول بيست بكون بدون ووتر، والهاند ووشنج مع السوب عادي مع ووتر. هلا التكنيك تبع الهاند ووشنج كالتالي، اول اشي البالم تو بالم، من باطن اليد لباطن اليد زي التغسيل العادي، بعدين بنحط البالم على الباك، اليمين على الشمال والشمال على اليمين زي هيك، وبندخل الاصابع بعض وبنفركهم. بعدين البالم بالبالم، باطن اليد بباطن اليد، وبرضه نفس الطريقه بنفركهم. بعدين بنمسك نحط اصابعنا بباطن اليد هاي والعكس باليد الثانيه وبنفركهم. بننظف الثمب بهاي الطريقه، لانه بنمسك الثمب بكل ايدنا وبنفركه، وبالجهه الثانيه نفس الاشي. بعدين بنحط اصابعنا باطن اليد وبنصير نحركهم حركه دائريه زي ما انتو شايفين هيك، كم مره البالم بالبالم، بعدين البالم بالباك، بعدين البالم تو بالم وذ فينجرز انترلوكت بهاي وهاي، بعدين الباك اوف ذا فينجرز بنحطهم عكس بعض وبندخلهم بباطن اليد زي هيك. هون الثمب بنمسكه بالايد كاملة وبنحركها بهاي الطريقة. بعدين الروتيشنال روبينج برضو بنحط الاصبع الاصابع تبعتنا واطراف اصابعنا بالبالم وبنعمل بهاي الطريقة الروبينج. هلا لازم نعرف كم من معلومة مهمات. واحد، لازم نعمل ريكوجنيشن للكريتيكلي ال بيشنتس ايرلي. ليش؟ لازم نعطيهم اولوية، لازم برضو نسرع بالفيزيكال اكزامينيشن عشان يكون في عنا ايرلي مانجمنت، وعشان نقلل المورتاليتي اللي هو الموت والموربيديتي اللي هو المرض او الشيء اللي ممكن يصير. يعني مثلا واحد صارت معاه جلطة على الدماغ مثلا، انا لما اشتغل معه بسرعة بقلل نسبة انه يموت، واحد اثنين بقلل الموربيديتي، يعني بقلل قديش المريض ممكن يصير معاه مثلا شلل، قديش الاكستنشن تبع الشلل قديش ممكن يكون شديد الشلل. كل ما بكرت كل ما كان احسن. هذا الحكي كيف بنعمله؟ بنعمله بشيء اسمه early warning scoring system. هدول
معمولين انترناشونال ما اعرف شو هم بيعملوا اسسمنت للفايتال ساينز بالس بلاد بريشر ريسبيراتوري ريت او تو سات وكل هاي الاشياء. هذول شو بيعملوا لنا اسسمنت للسيفيريتي اللي هي شده الاعراض والارجنسي اللي هي قديش الاعراض لازم نتعامل معها بسرعه معها. تمام. هلا اذا المريض حاليا ان بين لازم نعطيهم انالجيزيا. الكلوذينج برضو لازم نعرف انه الكلوذينج هنت كثير كبيره عندنا. يعني المرضى اللي عندهم ثايروتوكسيكوسيس ويكون عندهم الثايرويد هرمونز اليفيتد كثير، هدول بتلاقيهم لابسين نص كم وكت واحنا بنص الشتاء كلياتنا مش طبيعي البرد مش طبيعي البرد وعظامنا بتوجعنا وهم ماشيين بنص كم. هذا من اول ما تشوفه بتعرف انه هاد مثلا اشي غريب لازم اعرف ليش. تمام. فباشر ادور على الاشياء اللي دخل بهذا السيستم من اولها زي ما حكى الفيزيكال اكزام ببين من اول ما نشوف المريض. انا مش راح اقعد ادقق بالاوعي بعدين، اول ما اشوفه بشوف مثلا والله أنا احنا كلياتنا لابسين جاكيتات وهو ما جاي بنص كم. برضه ممكن يأثر مثلا الإهمال تبع المريض بحاله وممكن الإهمال تبع المريض من أهله. يعني مثلا واحد من الأطفال مثلا ممكن يورجينا أواعي المنظر العام النظافة تبعت الولد ممكن تودين يعني تأدي إنه مثلا إنه نشوف إنه والله الأهل عندهم إهمال فيه، وبالتالي عشان هيك المريض والله الولد عماله بتعب عماله بتضايق عماله كذا المريض ماله إشي. أو مثلا التروما، التروما كذلك. يعني مثلا مش معقول انه واحد الحادث تبعه خادش له كوعه وواحد الاواعي تبعته مزعة وكلها دم وراسه بنزل دم واحكي والله هذا وهذا نفس التروما. فكل واحد برضو الاواعي راح تعطينا هند، المنظر العام تبعه راح يعطينا هند. هلأ من ناحية الميديكال اكويبمنت برضو اللي مع البيشنت او السبكوتينيس ديفايسز، يعني مثلا واحد فات مثلا وبتلاقيه مثلا في بورتبل اكسجين سلندر ويعني اسطوانة اكسجين وعلى كرسي متحرك ومبين عليه صوت نفسه طالع. هاد مثلا من اولها راح يبين لي انه شكله في عنده significant pulmonary fibrosis. شو يعني pulmonary fibrosis؟ اللي هو تليف الرئوي مثلا. في له اسباب كثير طبعا راح تعرفوها بعدين، بس زي هيك مثلا موقف على السريع راح يوديني لاتجاه pulmonary fibrosis. وراح اعرف انه المريض اذا اجاني يشكي لي من اشي معين له دخل بهذا الموضوع، ولازم اكون حاطط هذا الموضوع بعين الاعتبار. شيء تاني الوجه، الوجه هذا الجدول كثير اوقات بيجيبوا عليه اسئله سهله جدا 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 بالامسيكي. شو الاشياء المطلوبه مني بهذا الجدول؟ المطلوب مني بهذا الجدول اني اعرف هذا الفيتشر موجود بهذا الدايجنوس. يعني ممكن يجيب لي مثلا a patient هو a known case of Parkinson's disease، بجيب لي diagnosis تبع كيف، ما بجيب لي الفيتشر. وبحكي لي أشياء عنه بجوز مثلا السؤال ثلاث أسطر ولا إشي مهم من الثلاث أسطر، بس بحكي لي إنه Parkinson's disease. بعدين مثلا بسألني which of the following facial expression أو facial features you would find in Parkinson's. بكون حصلت لك مثلا هدول كلياته 1 2 3 4 5، فانت بتختار poverty of expression هذا هو الجواب بكون، او العكس بيجيب لي كيس ثلاث اسطر ووصف لي فيها اشياء كثير، في اشياء ممكن ما اكون اعرفها كطالب introductory، في تفاصيل بالسؤال ما بعرف، ولكن في اشي بالسؤال محطوط لي انه في عنده poverty of expression، فيش بالسؤال محطوط لانه عنده agitated expression. فبسألني ايش الدياجنوسيس،
وقتها ايش بسوي؟ بجاوب هذا الجواب اللي محطوط هون. هلا برضو ايش في كمان اشياء ممكن تبين لنا؟ مثلا التاتوز، البريسلتس، certain IDs مثلا ممكن تكون مع المريض، تعطينا very hint, very important hint للديزيزز معينة. يعني مثلا في ناس مثلا بيلبسوا صورة انهم عندهم type 1 diabetes، انهم ماشيين على الانسولين. ممكن ناس لدينا الانسفشنسي برضو، انهم بحاجة كورتيزون دايما، فبيجوا بي certain emergencies ما راح نعرفها الا اذا كان diagnosis موجود. كمان شغلة لازم نعرف انه ب certain populations في signs of self harm لازم نكون عارفينها ولازم نربطها كفيزيشن. يعني مثلا انا اجتني واحدة 15 year old girl مثلا، تمام، upon physical examination كل شيء كان normal، بس مثلا لقيت على الهاند، مثلا لقيت على الهاند في عنا زي سكارز، هاي السكارز موجودة ومبينة انه في عنا سلف هارم موجود عنا على هاي الارم. فبالتالي هذا الكلام راح يوضح لنا انه هاي الفيميل مثلا عندها بوتنشل انها تعمل سلف هارم لحالها بزيادة ممكن الايام الجاي. ممكن انه هذا الحكي لازم نعمله ادرسنج، لازم نعملها مثلا سايكاتري كونسلت، انه نطلب لها استشارة مثلا نفسية. كمان شغلة، في عنا اشي اسمه IV injection site. شو يعني IV injection site؟ بتعرفوا مكان استحب تبع الفحوصات كاملة، الا ما واحد فينا يعمل فحوصات يعني مرة بحياته. لما نطلع هناك على الانتي كيوبيتال فوسا بتتسمى على الارم، يوجوالي بتكون بالرايت. بس يعني مثلا لما انا اشوف زي هيك شغله لازم اجيب سيرتها. ليه؟ لانه زي هيك اشي ممكن يحط لي سسبشن انه هذا دراج ابيوزر، ممكن يحط لي سسبشن انه مثلا والله هذا المريض عنده ريبيتد ادميشنز وضلوا يركبوا له اشياء عادية. لقيت البوستر تبعت برضو المريض، يعني مثلا المريض عماله بيستخدم عكازة، المريض عماله عارف يمشي بس في عنده امبالانس، عماله مثلا شوي بده يوقع. اذا المريض بعرج، اذا البوستر سيمتريكال، اذا كان في فرق بالطول ما بين اللمس، برضو اذا كان في عندنا ابنورمال سباين ستراكشر، يعني مثلا شفنا من اولها مثلا انه عنده مثلا سكوليوسس، تلاقي ظهر المريض جاي هيك 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 مثلا. هلا الابروتش تبعتنا على الفيزيكال اكزام، الابروتش تبعتنا على الفيزيكال اكزام تتضمن هدول الاربع اشياء ان جنرال بكل السيستمات تقريبا، الا كمان سيستم راح نحكي عنهم انه بيكونوا لوك وفي الموف، زي مثلا الماسكولوسكليتال. لما بدي افحص الهاند بعملهاش اوسكلتيشن مثلا، انسبكشن اني اطلع، بالبيشن اني احس واحرك، بيركشن اني اضرب عليها، اوسكلتيشن اني اسمع بالسماعة. هلا مثلا الهاند في عندنا مثلا واحد من الاشياء ان نطلع زي ما حكينا تلوك، بطلع على ايش؟ بدور على شو؟ هلا احنا رح نحكي عن الهاند ان جنرال، ومطالبين بالكويز تبع هذا الشابتر انكم تعرفوا التفاصيل اللي موجوده بخصوص الهاند فيه، فلازم نركز. هلا مثلا الديفورميتيز، شو يعني ديفورميتيز؟ يعني تغير في شكل واحتمال وظيفة بهاي الحالة الهاند. الديفورمتي ممكن تعمل لنا مشكلة بس شكلية بس ما تأثر على الوظيفة، على الفانكشن تبعت العضو، وممكن تأثر لنا بس على ممكن تأثر لنا كمان على الوظيفة وعلى الشكل. هلا الديفورمتيز بشكل عام ايش الموست كومن كوز لها؟ الموست كومن كوز اوف هاند ديفورميتي ان جنرال هو التروما. واحد بكون مثلا اكل حادث، وقع اشي، صارت التروما جدا شديده لدرجه انه صار في عنده ديفورميتي بايده.
اثنين مثلا في عندنا امراض معينه بتعمل ديفورميتيز معروفه. يعني مثلا في حال انجابت لي سيره الالنر ديفيشن وراح ينحكى عنه بالتفصيل ان شاء الله بالشابتر ماسكولوسكليتال، بس هون من جيوب سيرته انه مثلا الالنر ديفيشن لازم اعرف انه الالنر ديفيشن تقريبا اولويز بكون لونج ستاندنج روماتويد ارثرايتس. لازم اعرف انه في ديفورميتيز معينه، في تغيرات بتكون بالهاند. كيف حكينا بالهيستوري في باترن معين، في انماط معينه بتكون للامراض. يعني بتلاقي هنا الروماتويد ارثرايتس مثلا بتلاقيه بياثر على الام سي بي جوينت والبي اي بي جوينت. ام سي بي اللي هو ميتاكاربال فرنجير، ما بين الميتاكاربال بونز وما بين الاصابع، والبروكسيمال انترفرنجيال جوينت اللي هو المفصل القريب بالايد. يعني هي مثلا هي الايد وهي الاصبع طالع منها، تمام، هاد ام سي بي، ومش في هون مفصل تاني، وفي هون كمان مفصل مزبوط بالهاند، هاد الام سي بي، هاد البي اي بي، وهاد الدي اي بي، هذا البروكسيمال انترفرنجيال، هذا الديستال انترفرنجيال، وهذا المتكاربو فرنجيال. تمام، راح نلاقي ان الروماتويد ارثرايتس بيأثر هون وهون، تمام، بس راح تلاقي انه الاوستيو ارثرايتس مثلا او السورايسز مثلا بيأثروا على الدي اي بي اللي هو هون. بالتالي يعني لما نضل ندرس الموضوع ونعيده راح لحالنا نعرف لما نشوف ايد المريض انه هذا والله بما انه عنده النر ديفيشن وبما انه الام سي بيز موجودين وعندهم مشكلة والبي اي بي موجودين وعندهم مشكلة، بس الدي اي بي طبيعيات والله احنا شايفينهم، معناته ايش هاد؟ غالبا روماتويد ارثرايتس. فبصير افكر فيه on top of my differential diagnosis، هذا اللي غالبا الدياغنوس تبعي، وباكده بالفحوصات تبعتي المخبريه وغيره. تمام، في امثله ثانيه، روماتويد ارثرايتس سيرفايكال سبوندلوسيس، راح نلاقي انه في سمول مسل ويستنج بالهاند. الكاربال تانل سيندروم، راح تلاقي ثينر مسلز خاصه، راح تلاقي في عندهم ويستنج بالكاربال تانل سيندروم. دوبينير كونتراكشن، تلاقي انه في فيكست فليكشن، تلاقي انه الهاند زي شوي هيك مثبته بفليكشن معين. وين بكون موجود هذا الكلام؟ موجود بالالكوهوليزم، موجود بالليفر ديزيز، موجود بالسيجاريت سموكينج. راح نلاقي الاركنودكتلي، الاركنودكتلي بكون هذول اصابعهم طويله ورفيعه وغالبا بتكون بمارفان سيندروم، هلا راح نحكي عنها بزياده كمان شوي. هلا كمان الكلر، رح نلاقي انه مثلا المريض اللي بيدخن رح تلاقي فيه على اصابعه توباكو ستينز. في مرضى مثلا رح تلاقي فيه عندهم بيريفرال سينوسس، رح تلاقي عندهم فيه زرقاق بايديهم من نقص التروي. احسن مكان نطلع على البيجمنتيشن انه نفتح الايد نطلع على السكن كريسز على الايد من جوا، اللي هو وين ال 81 وال 18 اللي كنا نشوفهم، هم هناك، ونشوف البيجمنتيشن اذا في تغير. التمبرتشر كمان، التمبرتشر اشي مهم لانه بنعتبرها كمقياس لتروية الايد، قديش حامية الايد بنعرف. السكن تشينجز كمان، السكن تشينجز بتورجينا اذا كان في سيستميك ديزيزز، فان كان في اكروميجالي، كان في سيستميك سكلوروسيس، رح تلاقي مثلا الاكروميجالي رح تلاقيه كورس، رح تلاقيه برود، رح تلاقيه هيك بصر كيف ايديه كبار وضخمة والسكن زي يعني اكبر من عمره، رح تلاقيهم السيستميك سكلوروسيس، رح تلاقي السكن تايت مشدود كثير، رح تلاقي برضو على الطرف في كالسيوم ديبوزيت على طرف الاصبع. فهاي السكن تشينجز كلياتها لازم نعرفها كاسماء ان جنرال. حاولوا انكم تضلوا تعيدوا هذا التشابتر عشان تعرفوهم ان جنرال، لانه ممكن يجيبوا لكم اياهم بالكويز. طبعا كل هاي الاشياء رح ترجع تتفصل بالتفصيل الممل كامله بالماسكولوسكليتال سيستم. هلا من ناحيه النيلز، النيلز اشي كثير مهم واشي كثير هاي ييلد بالفيزيكال اكزام، من ناحيه اوسكي ومن ناحيه
MCQs تمام. هلأ من ناحية MCQs هذا الجدول كاملة مطلوب، بس مثلا أكثر أشياء برتب عليها الكلوبينج هلأ راح نحكي عليها بالتفصيل كمان على الصفحة الجاي. اليوكونيكي بيحبوه، كوليونيكي بيحبوها، النيل فولت، الانجكتيزيز، اونيكولايسيس، اونيكومايكوسيس، والبيتنج والسبلنتر هيموراجيز. هل يعني ان الثنيات ما بيجيبوا عليهم اسئله؟ بلا بيجيبوا، ولكن هدول اكثر اشياء بيحبوهم، هدول اكثر اشياء بيحبوا ان نكون عارفين تفاصيلهم. شو يعني تفاصيلهم؟ تفاصيلهم يا سيدي العزيز انه لازم تعرف شو يعني كيف الديسكريبشن تبعه، ولازم تعرف شو الديفرنشال دايجنوستس تبعك، وكذلك هنا وكذلك هنا. مثال عشان نفهم كيف ممكن يجينا السؤال، يعني ممكن يجيب لي السؤال انه والله upon physical examination of the patient، تمام عملنا physical examination للpatient، والله ما حكى لي انه كوليونيكي، بس شو حكى لي؟ حكى لي كان في spoon shaped depression of the nail plate، تمام. بعديها بسألني بقول لي which of the following differential which of the following diagnoses can be put into differential or can be a diagnosis or can be a cause of the described nail. فوقتها ممكن يكون عندي الجواب 1 iron deficiency anemia، 2 lichen planus، 3 repeated exposure to detergents. طريقة ثانية ممكن يجيب لي اياها، ممكن يجيب لي اياها كوليونيكيا is found in all of the following except. ممكن طريقة ثانية ممكن يجيب لي اياها، ممكن يجيب لي اياها انه in iron deficiency anemia مثلا the following description of a nail can be found. كون حطت لك هاد هاد، كون حاطط هاد 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 مثلا، انت بدك تختار مثلا هذا، او ممكن يجيب لك in iron deficiency anemia the one of the following nail changes is found. بقول لك clubbing، nail fault، telangiectasias، colonic مثلا، انت بتقول له colonic. فالخلاصه انه احنا مش لازم بس نعرف هاد وهاد، لازم نعرف كل وحده فيهم كستوري كامله شو هي. انه اعرف انه مثلا البيتنج انه فاين كورس بيتس بالنيل، ولازم اعرف انه سوريسس تمام، ولازم اعرف انه اكزيما، ولازم نعرف انه اللوبيشيا أريات، ولازم أعرف إنه لايكن بلانس. بس شوفوا كيف إنه في أشياء مثلاً هون بتلاقي لايكن بلانس، هون بتلاقي لايكن بلانس. فممكن برضو يجيب لك السؤال فاضل المثال إنه all of the follow أو مثلاً the following changes can be found in lichen planus أفراد المثال، تمام. بيجيب لك clubbing، leukonychia، colonychia، pitting مثلا، ويلو نيلز وكوليونيكيا بلس بيتنج. فانت بتجاوب كوليونيكيا بلس بيتنج، يعني بسيطة الفكرة، ولكن الواحد لازم يفكر فيها بهيك انه ممكن يجيب لي السؤال انه شو الجواب يكون بالنيل تشينجز، ممكن يجيب لي السؤال انه يستخدم للديسكريبشن، ممكن يكون ديسكريبشن هو الجواب، وممكن بالديفرنشال دايجنوستس از ويل. هلا هاي الصور تبعت التشينجز تبعت النيلز، مثلا الاونيكولايسس راح نلاقيها مثلا، والبيتنج راح نلاقيهم بالسوريسس مثلا، البيوز لاين بتكون زي هيك منظرها، اليوكونيكيا زي هيك بتكون وايتش ديسكولوريشن بالنيلز، الكوليونيكيا زي هيك بكون السبون لايك ابييرنس بالكوليونيكيا. هلا بدنا نحكي على الكلابينج بهي الصفحه، رح نحكي عن طريقة فحص الكلوبينج، رح نحكي عن الفايندينجز اللي بيكونوا موجودين بالكلوبينج بهاي الاكزامز، رح نحكي عن الكوزز. خلينا نبلش بالكوزز. الكوزز كثير مهمين للام سي كيوز، اوقات كثير بيسألوا مثلا بالفيزيكال اكزام بالاوسكيات اخر اشي، ممكن يسألوك كم من سؤال اورال، يعني شو يعني اورال؟ مثلا بيحكي لك give me two causes of clubbing من هذول كلياتهم، فانت بتحكي له اي كوز، اي two causes. الكوزز تبعون الكلوبينج، بداية الكلوبينج ممكن يكون congenital أو ممكن يكون familial وممكن يكون acquired. هلا الacquired برضو ممكن يكون thoracic إنه صدرين، ممكن يكون lung cancer،
بس برضو هنا لازم نكون حاطين بعين الاعتبار انه ما بكفي انه اكون عارف chronic subaortive conditions، لازم اعرف pulmonary TB, bronchiectasis, lung abscess, empyema, cystic fibrosis، كل هدول لازم اكون عارفهم. الكارديوفاسكولار برضو لازم اكون عارفهم، الجاسترونتستينال لازم اكون عارفهم، وبرضو في اكم من سبب الاثر اللي هم الثيروتوكسيكوسيس والبرايمري هايبرتروفيك اوستيوبثي. تمام. هلا من ناحيه الكوزز اوف كلوبينج، في هيك نمونيك بسيط عشان تحفظوا الاشياء بشكل عام، اذا نسيتوا ضيعتوا مش عارفين شو بدكم تحكوا. ممكن تحكي انه في تنتين سي وفي تنتين ال وفي يو وفي تنتين بي وفي تنتين اي وفي ان وفي جي، هذول هيك بشكل عام بيساعدوكم انكم تتذكروا الاشياء ان جنرال تبعت الكلوب. هلا من ناحيه الاكزامينيشن، الاكزامينيشن كثير سهل تبع الكلوبينج، واول مره بتعملوه راح تعلق ان شاء الله بدماغكم. تمام. هلا الكلوبينج بدايه نتفق على دايمنشنز معينه اللي هم الانترفرنجيال ديبث والديستال انترفرنجيال جوينت. تمام. شو يعني انترفرنجيال ديبث؟ هذا هو الانترفرنجيال ديبث، جوا الاصبع قديش الدبث تبعنا. والديستال انترفرنجيال جوينت اللي حكينا اللي هو هذا الديستال انترفرنجيال جوينت. تمام. يعني هو هون هذا جوينت وهذا جوينت. تمام. احنا بدنا نحكي على الجوينت الديستال دون اللي هو هذا، راح نلاقي هو هذا بالضبط، راح نلاقي انه بالنورمال راح نلاقي انه الديستال الديستانس ب1 اكبر من 2 اللي هي عند النيل بد هون. تمام. ولكن بالكلوبينج راح نلاقي انه هاي الديستانس اللي هي 2 اكبر من 1. تمام. كمان مره راح نلاقي انه هاي الانترفرنجيال جوينت ديستانس بالنورمال تلاقيها اكبر او تساوي 2 اللي هي عند النيل بد، بس بالكلوبد هاند راح تلاقي انه الانترفرنجيال جوينت اصغر من النيل بد دبث. تمام. كمان شغله راح نلاقي انه النيل بد انجل تبعتنا راح نلاقيها انها اكثر من 190 بالكلوبينج، وهون الريشيو راح نلاقيه انه اكثر من 1 زي ما حكينا انه بيكون 2 اكبر من 1. هلا اذا كانوا متساويات زي ما حكينا عادي ممكن تكون متساويه بالنورمال، ولكن اذا كانت 2 اكبر من 1 معناته هاد شكله كلوبينج. تمام. كمان مره انه الدبث اللي موجود هون بالنيل بد بكون اكبر من الدبث اللي موجود هون، بكون الريشيو تبعه اكبر من 1. تمام. 2 هاي النيل بد انجل راح نلاقيها اكبر من 190. ثالث شغلة، شو في اشي اسمه الشامرث ويندو. الشامرث ويندو هو انه بكل بساطة بمسك الرينج فينجر، الرينج فينجر بكل ايد وبخليه يحطه مع بعض زي هيك، راح نلاقي هون انه في عنا زي شباك معين زي هيك. في حال كانت الشامرث ويندو بريزنت هذا النورمال، في حال كانت absent هذا بيكون بالكلوبد هاند. تمام. كمان شغلة بنعمل fluctuation للنيل بد. شو يعني fluctuation للنيل بد؟ بنحط الثمبس تبعونا تحت الأصبع اللي بدنا نفحصه، والإندكس السباب من فوق، ومنصير نضغط هون وهون ونحس بالثمب هل النيل عماله بنزل لتحت معانا ولا لا. إذا كان برضو في increase club fluctuation معناته في عنا club. من ناحية السكن، السكن لازم نشوف السكن color. السكن color كثير بيعطينا hints. بداية الميلانين مثلا، دي pigmentation تبعت الميلانين، الميلانين اللي هو الصبغة اللي موجودة بالجلد بشكل عام، الدي pigmentation ممكن تكون بأكتر من مكان، بأكتر من diagnosis.
ممكن تكون بالفيتلايجو. الفيتلايجو بالعادة بتكون بأوتوميون كونديشن. شو يعني أوتوميون كونديشن؟ يعني بكون مرض مناعي. هذا بكون أسوسييتد ويز دايابيتس، ممكن ثايرويد ديزيزز مثلا زي الهاشيموتوز على فرض المثال، أدرينال ديسوردرز برضو، الأوتو أميون أدرينالايتس برضو، وبرنشس أنيميا تكون as well. الهايبوبيوتيتوريزم برضو ممكن تكون فيها decreased melanin أو depigmentation، لأنه أصلا من البيوتيتري بيطلع الميلانين stimulating هرمون. فإذا كان في عنا مشكلة بالبيوتيتري جلاند راح يكون في عنا مشكلة بالبيجمنتيشن. ثلاث، ممكن الألبينزم اللي هي inherited disorder، تمام؟ يوجولي هدول بكون حتى عندهم blue eyes لأنه ما بكونش في عندهم pigmentation، بس ممكن في منهم بكون في عندهم colored eyes. هلأ ممكن كمان hyperpigmentation، مش بس hypopigmentation. الhyperpigmentation زي شو؟ ممكن increased excess of the pituitary hormone. مش حكينا إذا كان في عندنا مشكلة بالpituitary ال MSH اللي هو melanin stimulating hormone، melanocyte stimulating hormone بقل، هون العكس بزيد، فبتصير الميلانوسايت اللي هي الخلايا اللي بتطلع صبغة الميلانين تزيد، فبالتالي بصير عندنا هايبر بيجمنتيشن. اثنين، بكون في عندنا هذا مثلا هذا الحكي لا لازم تعرفه انه بصير بالادرينال انسفيشنسي. ليه؟ لانه هذا الحكي هيك زي تذكرة بسيطة، الادرينال انسفيشنسي بما انه الهرمونز اللي بتطلع منها بتقل ببطل فيه نيجاتيف فيدباك للبيوتيتري، فبالتالي لما يصير في عنا زيادة بالهرمونز اللي بتفرزها البيوتيتري شو بصير في عنا؟ هايبر بيجمنتيشن. ليه؟ لانه البيوتيتري اصلا لما طلع الACTH بتطلع معها الMSH لانهم ماشيين على نفس الباثوي تبع التصنيع، بعدين كل واحد بصير فيه كليفج هيك. هاي ريكاب سريع بطريقة بسيطة. اثنين، البريجننسي والأورال كونتراسبتيفز برضو. البريجننسي والأورال كونتراسبتيفز برضو بزيدوا البيجمنتيشن، بس بزيدوا البيجمنتيشن بكثير أشياء. هلا لازم تعرفوا إنه بصير في عنا إشي اسمه بلوتشي هايبر بيجمنتيشن أون ذا فيس، يعني إشي بسيط هيك بكون اسمها كلوازما. لازم تتذكروا الاسم تبعها، هاي اوقات بجيبوها بس بجيبوها انه كلوازما حرفيا، يعني كلوازما is seen in، بحطيك لك خيارات غريبة بكون الجواب بالبريجننسي غالبا. اثنين، increase pigmentation. وين بصير increase pigmentation بالبريجننسي ولما لما ياخذوا الفيميلز oral contraceptives؟ بالاريولا around the nipple، بالأكزيلا، وبالجينيتال سكن برضو. اللينيا ألبا، اللينيا ألبا ممكن برضو تصير لينيا نيكرا بالبريجنسي، بتصير خلص داركر instead of white. برضو في كمان شغلة الهيموكروماتوسيس. الهيموكروماتوسيس هو بشكل عام إيش مبدأه؟ إنه بصير في عنا excessive iron absorption، فبزيد الايرون بالجسم، فبالتالي الايرون هذا بصير فيه عنده ديبوزيشن بالسكن، وبزيد الميلانين برودكشن بالسكن، فبصير زي هيك شكل المريض. بصير فيه عندنا اشي اسمه برونزينج اوف ذا سكن. وعاده هدول الهيموكروماتوسيس بيجي معهم اشي تاني، انه الحديد مش بس بروح على الجلد، بروح برضه على البنكرياس. لما يروح على البنكرياس شو بصير فيه؟ مشكله، بطل يطلع انسولين زي العالم، فبطل بصير عنده ايش؟ دايابيتس المريض. فلما يصير عنده دايابيتس وجسمه يصير زي هيك لونه شو بيسموه؟ برونز دايابيتس. وهذا كثير بيجيبوا هاي المعلومة بالمسيكيوز، بحكي لك انه والله المريض noticed new skin discoloration و newly diagnosed with DM.
دايبيتس منين؟ ايش المشكله بتكون عنده؟ هي هيموكروماتوسس، او ايش هاي الانتيتي اسمها؟ برونز دايبيتس، برونز دايبيتس. كمان شغله، في عندنا شيء اسمه هايبر كاروتينيميا، هاي بصير في عندنا يلوش ديسكولوريشن بالفيس والبالم والسول، بس ما بيصير لا بالسكليرا ولا بالكونجكتيفا، عشان نفرق ما بينها وما بين الجوندس. هي مش كتير كومن، بس مهم انكم تعرفوا انها هي والجوندس الناس بلخبطوا ما بينهم. كيف بنفرق ما بينهم؟ الجوندس ما بكون لا بالسكليرا ولا بالكونجكتيفا، ولكن بالهايبركاروتينيميا، ولكن الجوندس بكون موجود بالسكليرا وبالكونجكتيفا. هلا نشوف الجوندس. الجوندس هو abnormal yellow discoloration. من ايش بصير؟ بصير من زيادة بالسيرم بالروبين كونسنتريشن. متى بنشوفه؟ هاي معلومة جدا 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 مهمة، انه لما يوصل السيرم بالروبين كونسنتريشن ل 50 مايكرومول او 3 ميلي جرام بير ديسي لتر، هاي كتير بتيجي وكتير بتنسألوا عنها بالراوند، بتنسألوا عليها بالسب جروب، وبتنسألوا عليها بالام سي كيوز، فلازم تعرفوها. هلا الجوندس موجود بكون بالسكن، واحد، اثنين بالسكليرا، وثلاثة بالميوكس ممبرينز. منشوف زي هيك السكليرا كلياتها يلو ديسكولوريشن. هلا البيلر بالانيميا، البيلر بالانيميا من ايش بيصير؟ بيصير من ريدكشن بالسيركيليشن للاوكسي هيموجلوبين، لانه الهيموجلوبين اصلا نفسه واطي. احسن مكان ان ندور على البيلر هو الكونجكتيف، نمسك هيك عين المريض وننزلها شوي. شايفين هذا البياض؟ هذا البياض هو البيلر. هاد مش المفروض يكون ابيض، هذا المفروض يكون برايت ريد نورمالي. هون بنلاقيه وايتش اكتر ما هو ريد. هلا بالايرون ديفيشنسي انيميا بدكم تعرفوا في اشي كثير هيك مهم، اللي هو هدول واحد اثنين ثلاثة اربعة، هدول كلياتهم موجودين بالايرون ديفيشنسي انيميا. تمام، هلا لازم تعرفوا بالام سي كيوز كثير هاي يلد هاي المعلومة كلياتهم، وخاصة رقم اربعة. واحد انجلر ستوماتايتس، شو يعني انجلر ستوماتايتس؟ انجلر ستوماتايتس هاي زي هيك بصير في زي ريد ديسكلاريشن وهاردنينج، بصير هيك طرف التم من هون احمر. انجلر يعني الزاويه تبعت التم، ستوماتايتس اللي هو من ناحيه التم، انه بكون زي انفلاميشن عنده، بصير في بصير احمر وناشف. جلوسايتس تلاقي تنج سموث زي هيك، تلاقيه كثير ناعم الجلوسايتس. الكوليونيكا اللي حكينا عنها اللي هي السبون شيب نيت، وفي كمان البلو سكليرا. البلو سكليرا شو يعني بلو سكليرا؟ يعني شايفين هاي اللي هون، هاي المنطقة هاي بتصير شوية يعني ما بتصير أزرق سماء زي ال مثلاً السكربز الأزرق، لا بتكون هيك أزرق سماوي خفيف بتبين. برضو هاي كثير مهمة للمسيكيوز. هلأ في كمان أشياء بنشوفها بالفيس زي الفلاشنج. الفلاشنج إيش هو؟ الفلاشنج بكون pink complexion، حتى ممكن يكون موجود بالانيميا، يعني مش شرط اذا كان في فلاشنج، يعني اذا كان المريض وجهه احمر معناته احكي اه والله هذا ما عندوش انيميا، ما عندوش فقر دم، لو تفرج وجهه احمر الناس هيك بشكل عام بكونوا فكره لا ما دخل الفلاشنج بالانيميا، عادي ممكن يصير فلاشنج وهو عنده المريض انيميا. هلا في كثير كوزز
تعمل فلوشنج. لازم نعمل انه لازم نعرف انه في منهم فيسيولوجيكال، ولازم نعرف الدراجز اللي بيعملوها، خاصه السي سي بيز. ممكن هذا وممكن هذا كمان لازم نعرفهم، بس خاصه السي سي بيز الكالسيوم شانل بلوكرز. لازم نعرف ان برضو بتكون بالانفلاكسس الاندوكراين، هذول الكوزز تبعتهم، وبرضو هذول الاذرز از ويل. هل هو اصلا ايش هو الفلاشينج؟ زي ما حكينا بيكون من هذول الكوزز، وممكن يكون بس من الريزد هيموجلوبين. يعني لا يعني انه الفلاشينج بيكون موجود بالبوليسايتيميا لانه الهيموجلوبين عالي انه مش راح يكون موجود بالانيميا، بس بيكون موجود بالبوليسايتيميا لانه بيكون الهيماتوكريت عالي، تركيز الهيموجلوبين بس عالي. حكينا عن الكونديشنز اللي موجودين بهذا التيبر. برضو في شغله لازم نعرفها، انه اذا كان في عندنا بليوثرا اوف ذا هيد اند نيك اونلي، لازم نستثني سبيرال فينا كافا اوبستراكشن. شو يعني هذا الكلام؟ يعني لما يكون المريض عنده بليوثرا، شو يعني بليوثرا؟ بليوثرا يعني زي مبدا الفلاشينج المنظر، بس بكون هذا على الوجه والرقبة. هاد بيصير بالعادة بإشي اسمه superior vena cava obstruction. تمام؟ هلأ superior vena cava obstruction ليش بيعمل هذا الكلام؟ لأنه superior vena cava obstruction راح يوقف venous drainage، راح يوقف لنا تحرك الدم، راح يعيق تحرك الدم بالأوردة اللي بدها ترجع للقلب من فوق. فبالتالي بيصير في عندنا congestion، في عندنا زي احتقان للدم، راح يكون الدم كلياته موجود فوق. فبالتالي هذا الحكي راح يعمل لنا هذا الفلاشنج. السينوسس، السينوسس اللي هو بلو ديسكولوريشن. البلو ديسكولوريشن غالبا بصير معنا من وراء انكريس بالابسولوت كونسنتريشن اوف ديوكسيهيموجلوبين. ضروري جدا تعرفوا انه ابسولوت كونسنتريشن. شو يعني ابسولوت كونسنتريشن؟ يعني الكونسنتريشن ما دخله بكميه، يعني الكونسنتريشن له دخل كثير ب، يعني مش بال مش بال بالتركيز كامل، له دخل بانه هل برضه قديش موجود، يعني مثلا بهاي المكان اللي بمر فيه البلد بهاي الثانيه. فبالتالي راح تلاقيه انه السينوسز راح تلاقيه سهل جدا انك تشخصه بالبوليسايتيميا، وصعب جدا انك تشخصه بالانيميا، لانه كمية الديوكسي هيموجلوبين اللي هو الهيموجلوبين اللي مش رابط بO2 ورابط بCO2 راح تلاقيه قليل كثير بالانيميا. فما تقدر انك تشوف الزراق هون، بس بتلاقيه مثلا بالبوليسايتيميا كثير سهل انك تلاقي الزراق. هلا في عندنا نوعين للسينوسس، السينوسس السنترال والبريفرال. البريفرال بس خلص بنشوف على الاطراف انه زرقة. السنترال بنشوفه باللبس بالتنج وبالبكل والسبلينج والميكوزا. بكل اللي هو الخدود من جوا، والسبلينجوال اللي هو تحت اللسان. هلا الديوكسي هيموجلوبين كونسنتريشن يكون above 50 grams per liter او 5 grams per deciliter. دائما 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 لما يكون في عندنا سنترال سينوسز يعني في بيرفرال سينوسز. بما انه وصلنا للسنترال معناته في بيرفرال. الدراجز برضه ممكن دراجز معينه تعملنا ديسكالريشنز بالجلد، يعني مثلا الميباكارين راح تلاقيه انه يلو ديسكالريشن، الاميدرون راح تلاقيه بلوش جراي، وبيعمل اشي اسمه بلو مان سيندروم. الاميدرون برضه الفينوثيازينز تلاقي ان الفينوثيازينز برضه بتعمل لنا سليت جراي زي هيك discoloration. هلا الايزي بروزنج،
في ناس بصير في عندهم ايزي بروزنج والسكن تبعهم بصير خلص على السريع يصير فيه بروزنج، راح تلاقي انه مثلا حتى الكونكتيف تيشو مثلا حتى بالقمز بالاسنان برضو بيكون في عندهم مشاكل. هذولا ممكن يكون من وراء الادفانسنج ايج، ممكن جلوكوكورتيكويد يوسج، وممكن كواجلوباثي البروزنج بشكل عام. في شغله لازم تعرفوها اللي هي السكيرفي. السكيرفي هو فيتامين سي ديفيشنسي. بتعرفوا كيف بالافلام بتشوفوا القراصنه دائما اسنانهم واقعه صح، تلاقيهم مثلا جلدهم دائما مطبع، ليه؟ لانه هذول القراصنه ما بوكلوا الاشياء الموجود فيها فيتامين سي لانه بتخرب بالسفينه، فدائما عندهم نقص بفيتامين سي. بالتالي دائما احفظوها بليدنج جمز يكون في عندهم لثة دائما فيها نزيف، بصير في عندهم بروزنج وبريفريكولر هيمرجينج. تمام. كمان شغلة الهيموسيدرين ديبوزيشن بصير لما يكون في عندنا هيموغلوبين بريك داون. كيف يعني هيموغلوبين بريك داون؟ الهيموغلوبين بريك داون لما يصير في عندنا كدمة. الكدمة ايش هي؟ بلد طلع من الشرايين وضل تحت الجلد، راح يصير في عندنا وقتها هيموسيدرين بيجمنتيشن. بس في سبيشال ساين اللي هي الجرانيز تارتان، هاد بصير في عندنا فيها لوكال ديبوزيشن اوف ذا هيموسيدرين مع الهيت دامج تو ذا سكن. يكونوا هذول قاعدين كثير على النار او كثير على الحمل، تلاقيها الجهه هاي كلياتها زي هيك مطبعه، تلاقيها هيك تطبيعات صغيرة. اسمها الثاني إريثيما أب إجني، اسمها الثاني إريثيما أب اللي هي جراني ستارتان. بسموها أصلا جراني ستارتان لأنه الحجات بضلوا قاعدين جنب النار عشان يدفوا، فبصير في عندهم هذا اللوكال ديبوزيشن أوف ذا هيموسيدر. الأودرز برضو، الأودرز الروائح الكريهة، الباد بريث مثلا، الكيتونز مثلا، الهاليتوسيس هو الباد بريث، الكيتونز هم السويت سميل بتكون موجودة. وين بتكون موجودة هاي؟ بتكون موجودة بالدي كي اي بالديابيتيك كيتو اسيدوسيس او بالستارفيشن. مو الستارفيشن اصلا هاي الكيتو دايت، ما هي هيك بصير عندهم مشاكل. الفيتر هيباتيكس برضو يكون عندهم ماوسي سميل، بتكون سيئة مع الليفر فيلر. اليوريميك فيتر تكون فيشي سميل او امونيا سميل موجودة بالبرس تبعهم. برضو الفاول سميلينج بلشنج، هاي كيف يعني؟ بكون ريحة التم ولما يتدرعوا هيك بكون في عنده مشكلة سيئة بالريحة، بكون عندهم gastric outlet obstruction لانه الاكل بضل فترة طويلة بالمعدة. الفيكال سميل طبعا هدول الناس اللي بكون في عندهم gastrocolic fistula، يعني بكون في fistula ما بين المعدة والقولون، فيستولا اللي هي وصلة مبدئيا، اللي هي وصلة بتكون وابيثلايزد، بس يعني المهم انكم تعرفوا انها وصلة بعدين بتعرفوا تفاصيلها. فهي ايش الفكرة تبعتها؟ تكون في وصلة ما بين القولون والمعدة، فبتصير ريحة الفيسيز زي اللي كانها بتطلع من الواحد، ريحة البراز يعني. هلا من ناحية الويت، الويت لازم تعرفوا شو هي البي ام اي وكيف بنحسبها، ولازم تعرف شو الكتوفز تبعت الاوبيزيتي. وهذا الجدول كامل انه شو الاندر ويت، شو النورمال، شو الاوفر ويت، شو الاوبيز، شو المورد الاوبيز. تمام. مبدئيا شو البي ام اي؟ البي ام اي اللي هو الوزن بالكيلوغرامات والهايت ان ميترز تربيع. الهايت ان ميترز تربيع، يعني افرض المثال واحد وزنه 75 كيلو وطوله 180 سنتي، شو بسوي؟ بخلي 75 كيلو زي ما هي، 180 سنتي بحولها لمتر، بتصير 1.8، وبحطها تربيع وبحسبها، هون بطلع معي البي ام اي تبع البيشنت. تمام. هلا هاد البي ام اي بايش بيهمنا؟ بيهمنا ان نوزع البيشنتس
بناء عليه على هاي الأرقام. هلا إحنا سيبكم من هاي الإيجن، إحنا المهم نعرف النون إيجن، تمام؟ النون إيجن هتشوف لأنه الأندر ويت أقل من 18.5، النورمال هيك، الأوفر ويت هيك، الأوبيز هيك، والموربيدلي أوبيز زي هيك، تمام؟ هلا الأوبيزيتي بشكل عام هي من إيش؟ من إكسسيف كالوري إنتيك ريلاتيف تو ذا كالوريز. يعني اللي بيحكي لك أنا والله ما باكل وبنصح، يعني بالآخر الطاقة لا تفنى ولا تستحدث. فأنت دائما لما يكون في عندك أوبيزيتي لازم تعرف إنه الأوبيزيتي هي كالوريز زيادة عن اللي بيحرقه. هلا شو في أشياء سكندري الأوبيزيتي سكندري إيش بتكون؟ ممكن تكون لهايبوثايرويدزم، ممكن تكون لكوشينج سيندروم، ممكن تكون لهايبوثالاميك ديزيز، ممكن تكون لدرجز زي الأورال هايبوغلايسيميك إيجنس زي الإنسولين أو الأنتي سايكوتكس. ممكن برضو الديستريبيوشن أوف فات لازم نعرف شو هو الديستريبيوشن أوف فات. الناس بشكل عام مش كل النصحين نفس النصاحة. كيف يعني مش كل النصحين نفس النصاحة؟ يعني تلاقي في ناس نصحتهم بسموها أبل شيبت، وفي ناس نصحتهم بسموها بير شيبت أوبيزيتي. كيف يعني؟ السنترال أوبيزيتي هاي تلاقيه زي التفاح، بطنه، الأبدومن كامل ناصح فيه هيك، بتحسه زي المدور. هلأ هاي اسمها أبل شيبت أوبيزيتي. هدول عندهم worse health outcomes، increased risk of coronary artery disease، وبكون في عندهم metabolic syndrome. هلأ الثانية اللي هي الجلوتي الفيمرال أوبيزيتي، هدول better prognosis، لما هاي هيك بتكون جاي النصائح تبعتهم هيك هيك، مش كثير عندهم كرش، مش كثير عندهم الأبدومينال فات كثير، ولكن تلاقي عندهم الجلوتي الفيمرال أوبيزيتي من تحت كبيرة، من عند الثايز ومن عند الجلوتيال ريجن. هلا significant weight loss، شو يعني significant weight loss؟ لازم لما أسأل المريض، هلا مش حكينا بالهيستوري، حكينا إنه مثلا بالريفيو اوف سيستمز بنسأل البيشنت بشكل عام على الويت لوس والأبيتايت. لو والله حكى لي والله وزني قل، بخاف مثلا من أشياء زي الكانسر ممكن، فأنا بدي أشوف هل الوزن اللي قله كان significant ولا لا. شو بحكي له؟ قديش انقصت؟ واللي والله انقصت بجوز 5 كيلو. طيب بسأله الخمسة كيلو هدول بقديش انقصتهم؟ والله إذا قل لي انقصتهم بثلاث أشهر أو شهرين وأنا ببلش أخاف. قال لي والله على 2 سنين، بقول يعني عادي مش مشكلة، بس برضو لازم أسأله هدول الخمسة كيلو كانوا intentional ولا لا. يعني أنت عامل رجيم، أنت والله كنت عامل دايت معين و قصت وزن فيه، كنت تلعب رياضة، ولا خلص هيك لحالك زي ما انت كنت ماشي على نفس النظام ونقصت هذا الوزن؟ برضه الستيتشر تبعت المريض، كيف يعني الستيتشر تبعت المريض؟ الشورت ستيتشر اللي هم بكونوا قصار، او التول ستيتشر اللي هم بكونوا طوال. بس برضه القصر لازم اسأله، يعني في ناس كثير مثلا خاصة الكبار بالعمر فجأة بتلاقيه هيك زي كش بسموها بالعامية أو قصر. هذا إيش بكون؟ إذا كان خسر أكثر من 5 سنتيمتر in height معناته هذا indication to investigate for osteoporosis. ليش؟ لأنه منخاف إنه صار في عنده fractures صغار بالvertebrae. هذا الحكي راح يقلل من طوله شوي، بالتالي لازم نعمل سكان للأستيوبروسيس، والسكان تبع الأستيوبروسيس اسمه دكسا سكان، تمام؟ هلأ التول ستيتشر، التول ستيتشر في ناس عادي جينيتك وبكونوا طوال وطبيعيين، وفي أشياء باثولوجيكال كوزز. من أهم الأشياء اللي لازم تعرفها، أهم سندروم لازم تعرفها هي المارفان سندروم، كثير مهمة، وبيجيبوها بالMCQs وبيجيبوا صورها وبيجيبوها هي نفسها، تمام؟ ايش الاشياء اللي لازم تعرفوها؟ 1 انه الليمبس بكونوا كثير طوال in relation to the length of the trunk. تلاقي الهاند اطول من الترنك، تلاقي ايده اطول من جسمه. 2 تلاقي long slender fingers اللي حكينا عنها الاكرانودكتلي قبل شوي، تلاقي عنده narrow feet، تلاقي عنده high arched palate زي اللي موجود هنا بسي،
زي هيك بتكون هاي البلت بكون زي هيك هاي ارش. سقف حلقه بكون كثير عالي برضو. عند upward discoloration of the lenses of the eyes زي هيك برضو بكون في عنا upward discoloration. برضو بكون في عنا mitral valve prolapse و dilatation of the aortic root و the aortic regurgitation. الفايندينجز هلا احنا لازم نعرفهم كاسم. الفايندينجز انه كيف بعرف الميترال فالف برولابس وكيف بعرف الدايلوتيشن اوف ذا يورت كروت، وهذا الحكي راح نعرفه بالشابتر تبع الكارديولوجي ان شاء الله. هلا بري بيبرتال هايبوغنادزم برضو اوقات كثير بيصير في عنا انه اللمس جروث بيضل كثير اكثر من ما هو مطلوب منه. لقيها هاي بكلين فلتر سندروم. الجايجانتزم ايش هي؟ هي اكسسيف جروث هرمون ولكن بيفور ذا ابثيزيال فيوجن هاز اوكرد، اذا صارت بعد اكروميجلي. كيف يعني؟ يعني واحد قبل ما الابيفيزيال بليت يصير له فيوجن. شو يعني ابيفيزيال بليت؟ اللي هو الخط اللي بيكون موجود بالعظام اللي هو بكون بطول الواحد منه، تمام؟ هلا اذا الواحد صار في عنده اكسسيف جروث هرمون سكريشن قبل ما يسكر او قبل البلوغ، يعني بصير في عنده جايجانتزم. اذا بعد بصير في عنده اكرو ميجل، تمام؟ برضو الإديمة. شو يعني إديمة؟ اللي هي الانتفاخات. الانتفاخات ممكن تكون من الفينوس، ممكن تكون ليمفاتيك، ممكن تكون انفلاماتوري، ممكن تكون أليرجيك، تمام؟ هلا الفينوس، الفينوس ممكن تكون اللي هي البيتينج إديمة، ممكن تكون من دي في تي، ممكن تكون اكسترنال بريشر، ممكن تكون فينوس فالفولار انكومبتنس. كيف يعني؟ يعني ممكن يكون صار في عنا زي ما بيحكوا دائما بالعامية جلطة بالرجل، يكون صار في عنا ثرومبوسز بالفينز. هون بكونوا بالعادة مرضى إموبل ما بتحركوا، مرضى دائما بالتخت، أو مثلا رجله مشلولة أصلا، أو ممكن شخص طبيعي بس مثلا قاعد طويل لفترة طويلة، مثلا جاييني من جنوب شرق آسيا وراي على أمريكا بهذه الفترة الطويلة بالترافلينج، هذا راح يصير في عنده دي في دي. ممكن external pressure from a tumor or pregnancy، يعني عند الحوض هو آخر إشي الأوردة بدها ترجع الجسم، صح؟ هلا مثلا وهي راجعة لاقت بالحوض مثلا حمل الرحم وهو فيها، أو مثلا كان في تيومر، كان في كانسر مسكرين على الفين وهو بده يطلع، بالتالي راح يتجمع الدم تحت، راح يصير في انستيسز. بما انه صار في انستيسز بتزيد النسبة تبعت انه يصير في عنا فينس كو انه اديمة، او ممكن بعدين يصير في عنا دي في تي، ممكن فينس فالفولار انكومبتنس. هلا الفالفز تبعون الفينز برضو ممكن يكون هم موجودين وين؟ موجودين باللج. فاذا مثلا كالفالف شو مبدأه؟ انه الفينس بلد بكون طالع، بعدين الفالف بمسكه، بعدين برجع بطلع، بعدين برجع بمسكه. اذا كان في عندنا انكومبتنس راح يصير يتجمع، راح يصير في باك فلو. لما يضل يتجمع راح يصير في عندنا هاي الإديمة. ممكن الليمفاتيك كوز، ممكن الليمفاتيك بتكون نون بيتينج، هاي بتكون بيتينج. لازم نعرف هاي التفاصيل. اذا قال لي بيتينج إديمة معناته فينس، اذا قال لي نون بيتينج إديمة معناته ليمفاتيك، إذا قال لي painful edema معناته inflammatory، قال لي not painful edema معناته allergic. هلا lymphatic causes ممكن تكون ممكن مثلا بالآر بعد الراديكال mastectomy. شو يعني الراديكال mastectomy؟ الراديكال mastectomy اللي هي استئصال جذري للثدي. استئصال جذري للثدي هو استئصال للسرطان والثدي والlymph nodes اللي موجودين كمان. فالlymph nodes لما يروحوا راح يبطل في عندي لمفاتيك درينج، فراح يصير في عندي لمفاديمة. او مثلا راديشن، الراديشن بيخرب برضو اللمف فيسلز كلياته. الانفلاماتوري كوزز، الانفلاماتوري كوزز راح يكون اشي انفلاميشن، اشي التهاب، راح يكون اشي احمر نافخ حامي،
مثلا قرصت اشي، يعني ما راح يصير في عندي انفلاماتوري رياكشن، راح تكون متوجع. برضو ممكن يكون الرجيك، ممكن اشي اكيوت الرجيك رياكشن، بتكون حمراء وكبيره وتحكحك. ممكن مثلا قرصات ممكن تعمل لنا انفلاماتوري، ممكن قرصات تعمل لنا الرجيك، يصير في عندنا فود الرجي، راح يصير في عندنا دراج رياكشن. هلا الانجيوديما لازم نعرف معلومه مهمه، انه اذا كان زي هيك الانجيوديما وفي عنا upper airway involvement معناته هاي life threatening situation. ليه؟ لأنه ممكن نسكر لنا مجرى التنفس والمريض ينخنق، فلازم طيب بعين الاعتبار هذا الكلام. هلا زي هيك بتكون الليمفيديما، وزي هيك بتكون الانجيو إديما. هاي هم الصور تبعته. هلا من ناحية اللمف نودز واللمز، في عنا نيمونيك كيف السكريتس اللي حكينا عنها بالهيستوري. في عنا هون اشي اسمه سبيس سبيت. هم فيتشرز لازم اي انتفاخ او اي اشي بحسه المريض انه نافخ لازم يعمله عليه. لا شو هم السبيس بيتس كومبوننت؟ السايز، البوزيشن، الاتاتشمنت، الكونسيستنسي، الادج تبعت. هلا رح نحكي على كل واحدة بالتفصيل ان شاء الله. السايز والبوزيشن يعني وين هي، مثلا والله على رقبته انتيرير نك، مثلا بوستيرير نك، على الهاند، على الهاند وين، بالم سايد ولا دورسال سايد، هذا الحكي لازم نعرف. السايز يعني ابروكسيمتلي ممكن تحسها بال، ممكن تقيسها بالمجرم تيب، ممكن على العين مثلا تحكي والله هي 2 سم. هلا على الفيل، اول شيء بالفيل الاتاتشمنت، شو يعني اتاتشمنت؟ قديش هي اتاتشت ال 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 الليمف نود او اللمب هاي، و يعني فايتة بالأدجيسنسي شو؟ ثابتة لما تحسها، لما تمسكها بتحسها زي بتفلت وبتتحرك بإيدك، ولا ثابتة وزي معششة بالمكان؟ كيف الشجرة لما يكون في لها جذور بتتحرك إيش؟ وكيف لما تكون ماسك إشي مثلا معجونة إشي بتصير تنطنط من مكان لمكان؟ نفس المبدأ. هلأ المالجننت ماسز يوجوالي بتكون عاملة انفلتريشن. شو يعني عاملة انفلتريشن؟ يعني فايتة جوا الأشياء اللي حواليها، مخترقاها. فبالتالي هذا الحكي بيكون معناته إنه اللمب أو اللمف نود بتكون فيكست وإموبل، بتكون ثابتة مش متحركة من مكانها. اللمفاتيك أوبستركشن برضو هبيعملنا سكن سويلينج وبيعملنا فاين ديمبلينج، وقتها ممكن يكون برضو السكن ثابت ومتحرك، بيعطينا أورنج بيل أبيرنس. الأورنج بيل أبيرنس هذا بيصير برضو من وراء بيودي أورنج، برضو بصير من أنواع سكن كانسر بالبرست مثلا. ليش؟ لأنه بصير في عنا لمفاتيك أوبستركشن زي ما حكينا. هذا الحكي بخلي الجلد ينفخ، بالتالي مكان الشعر بصير ينزل لتحت، فبتصير إنه تحس إنها كيف البرتقانة لما تكون، مش تكون زي هيك البرتقانة وعليها زي نقاط، نفس المبدأ. هلا الكونسيستنسي برضو، الكونسيستنسي كثير مهمة. ممكن تكون ال very hard swellings عادة بتكون malignant، بتكون أو calcification أو fibrous tissue. الأشياء ال fluctuating يعني بيكون فيها fluid، بتمسكها بتحسها من جوا هيك فيها سوائل، هاي تكون abscess، تكون cyst، تكون blister، أو بتكون soft encapsulated tumors. abscess يعني بيكون في عنا زي كيس وجوا سيل دبري يكون مثلا، بكون هذا بالعادة التهاب. السيست بتكون زي كيس وابيثلايزد. البلستر زي الحبات تكون، بكون فيها فلويد. وممكن السوفت انكابسوليتي تيومرز، ممكن مثلا زي أورام معينة زي الليبوما مثلا يكون من جوا فيها، مفيش فيها سوائل بس بتكون هي لأنها دهنية، تمسكها بتحسها زي اللي كانها إيش فيها سوائل وفلكتويت. الادج برضو المارجنز ممكن يكون ويل الاين او ال ديفاين.
هون بتفرق معنا حسب شو المرج، ممكن تكون الريجولر او ريجولر، ممكن تكون شارب او راوندد، السيرفس اند شيب برضو ممكن يكون سموث وممكن تكون الريجولر. يعني افرض المثال ال مثلا الليفر، لما بحس الطرف تبعه بشوف والله الطرف تبعه سموث بشك باكيوت هيباتايتس، بشوف الريجولر بحكي والله ممكن يكون نوديولر بالميتاستاتيك ديزيز. المارجن نفس الاشي، اذا كان ال ديفايند غالبا معناته فيه انه مالجنسي. طبعا ما بشخص المريض من بس انه هي الرجله، بس بزيد الشك تبعي منها. هلا البولسيشنز برضو، البولسيشنز مثلا الارتيريال سويلينجز والانيوريزمز برضو بكونوا مثلا بولسيتنج، يكون في سيستوليك مرمر وبروي لما اسمعها بالسماعه، وممكن احس ثريل. شو يعني ثريل؟ يعني بحس انه في اشي عماله بتحرك، في بلد عماله بتحرك فيه. هذا الحكي طبعا راح نركز عليه برضو بالكارديوفاسكولار بزياده. الانفلاميشن اذا كانت حمراء، اذا كانت بتوجع، او اذا كانت حاميه، معناته هي غالبا انفلاماتوري لمف او انفلاماتوري لمف نود. بالعاده المالجننت ما بتكون بينفول، فاذا كانت بينفول بكون اشي مريح لي وانا قاعد بفحص. الترانزلومينيشن بطفي الضوء، بضوي ضوء زي فلاش على المكان، وبقرب البنتورش عليها وبطلع على الجهة الثانية. يعني بحط البنتورش، يعني مثلا هاي اللمب تمام، بحط التورش من هون وبطلع من هون، انا عيني هون، تالي بشوف اذا الضوء انتقل معناته هاي ايش؟ ترانز إلومينيشن، في عندها ترانز إلومينيشن، it does translominate اللمب. إذا لا معناته لا. هلا مثلا بإيش تفرق معانا؟ تفرق معانا إنه مثلا بالسيس، مثلا فرض المثال بالسكروتم، يكون في عندنا هيدروسيل وفي عندنا فريكوسيل. كيف بفرق بيناتهم؟ الهيدروسيل هو تجمع لسوائل بتكون بالعادة سيروس. هلا هاي السيروس فلويدز تختلف عن الفريكوسيل. الفريكوسيل بكون في عندنا فينوس انجورجمنت هنا، فهون مش راح يكون في عنا ترانزلومينيشن لما اضوي الضوء من هون، فبالتالي هاي بعرف انها فريكوسيل، وبعرف ان الهيدروسيل لانه سيروس فلويد زي المي راح يعمل لي ترانزلومينيشن. هيك بفرق بيناتهم مثلا بالفيزيكال اكزام. هلا بعد ما اعمل سبيس بيت للليمف نودز، هلا بنحكي على الليمف نودز بشكل عام، نورمالي بكونوا اقل من 0.5. هلا في شغله لازم نعرفها، السبيس بيت تبع الليمف نودز الكونسستنسي مهمه كثير بجيبوا بالام سي كيوز، هاي كثير مهمه للام سي كيوز شغله الكونسستنسي. الكونسستنسي مثلا بتلاقيها بالنورمال بتكون سوفت السر الليمف نودز. الهوتشكنز لمفوما في لها سيرتن كونسستنسي اللي هي تكون ربري، بتكون زي المطاط. التي بي بتكون ماتد، والمتاسس كانسر بتكون هورت. فبجيب لك مثلا كيس انه المريض كان بشكي من هيك هيك هيك، بقول لك upon physical examination the lymph node was rubbery Hodgkin lymphoma، upon physical examination the lymph node was matted TB was hard metastatic cancer. تمام. هلا كيف بعمل الphysical examination تبع lymph nodes؟ بداية انا لما بدي افحص من قدام بدي افحص الليمف نود اللي ورا، ولما بدي افحص الليمف نود اللي ورا بدي افحص من قدام. كيف يعني؟ يعني شوفوا هلا هون مش الدكتور الدكتوره ورا المريض، معناته هي عملها بتفحص ايش؟ الانتيرير سيرفايكال الليمف نود. تمام. وكذلك هون بما انها هي قدامه معناته هي عملها بتفحص بالبوستيرير سيرفايكال الليمف نود. تمام. طيب بدايه هون بفيجر اي عمالها بتفحص الانتيرير تراينجل اللي هم 1 السبمنتال لمف نود، 2 السبمانديبولار لمف نود، 3 بري اوركولر، 4 تونسيلر، 5 سوبراكلافيكولر، و6 ديب سيرفايكال لمف نود. تمام. هدول كلياتهم موجودين على اللاين تبع النك، موجودين هون. هدول كيف
بفحصهم من ورا. طبعا باخذ زي ما حكينا بعمل البريكوزيت كلياتها، باخذ البرايفسي وكل هاي الاشياء. بعدين بعمل الاكسبوجر تبع البيشنت. الاكسبوجر تبع البيشنت انه من النك تحديت الاكزيلا، الاكزيلا اللي هي هون، هاي الاكزيلا. تمام. هلا كيف بفحصهم؟ بمسكهم بمشي بالانتيرير ترينجل كامل من تحت الماندبل، من تحت طرف الجو وبنزل فيه نزول، من تحت طرف الجو وبنزل فيه نزول. تمام. لما اخلصهم كلياتهم بعمل السبيس بت عليهم كامل، انهم بوجعوا ما بوجعوا، وين قديش حجمهم، شو الكونسيستنسي، كل هذا الكلام اللي حكيناه قبل شوي. برضو هون مثلا بي في اشي اسمه سكالين لنف نودز. السكالين لنف نودز بخلي المريض يودي راسه للجهة اللي بدي افحصها شوية، يميلها، بعدين بدخل اصبعي ما بين اللي هو الاندكس فينجر، بدخل ما بين الستيرنوكلويد وماستويد، بحسها وهي نازلة، والكلافيكل اللي هي موجودة هون، الستيرنوكلويد وماستويد بتكون نازلة هون، فبكون في انجل بيناتهم، بحط اصبعي فيها لما المريض ينقل. طبعا انا هون عمالي بفحص هاي الجهة لانه المريض ايش مودي راسه للجهة دي. تمام. سي انا عمالي بفحص من قدام المريض للبوستيرير نك. البوستيرير سيرفايكال لنف نودز بسيطين وسهلين، بكونوا الاوكسيبيتال، هم تقريبا بالاوكسيبيتال. هلا من ناحيه الاكزيلا، الاكزيلا بشكل عام سهل كثير الفيزيكال اكزام تبعها. بمسك بالضبط هيك بساوي، بعمل سبورت للرايت ارم. يعني هون انا قاعد بفحص بالرايت سايد اوف ذا بيشنت، شو بسوي؟ بخلي المريض يرخي ايده على ايدي، بعمل سبورت واحد، بعمل سبورت للبيشنتس ريست. تمام. بخليه يحط ايده على ايدي ويرخي ايده. اول ما يرخي ايده هيك على ايدي راح الاقي ان الاكزيلا عندي زي اللي كانها فتحت. تمام. اول ما الاقيها فتحت على السريع، مش انا قاعد بفحص اليمين، بخليه يركي على ايدي انا كدكتور اليمين برضو. تمام. وبستخدم ايدي الشمال اني افحص اللمف نودز اللي هون كمان مره، بفحص مريض بعطي ايدي اليمين، لما افحص ايده اليمين بعطي ايدي اليمين او بفحص بايدي الشمال اللمف نودز على السريع. تمام. وبفوت وبسطين اللمف نودز كلياتهم موجودين واضحين بالاكزيلا، بدخل ايدي فوق على الايبكس اوف ذا اكزيلا وانتيريرلي وبوستيريرلي. تمام. والبيس تبعتها هي الاكزيلا ايش زي اللي كانها غرفه، بشوف الايبكس تبعتها فوق، بعدين بشوف الايبكس تبعتها وبشوف انتيريرلي، بشوف بوستيريرلي، وبشوف البيس تبعتها. بعدين لما اخلص من الاكزيلري لمف نودز بشوف الابيتروكيولر، الابيتروكيولر لمف نودز هون موجودين، موجودين وين؟ عند الالبو تبع البيشنت. وسي بشوف الانجواينال جلانز، الانجواينال جلانز يكونوا موجودين موجودين عند وين؟ الجروين، على طرف الجروين، بس هم مش كثير مطلوبين من الانجواينال جلانز. تمام. هلا مبدئيا if you find the lymphadenopathy بشكل عام لازم افحص المكان اللي عماله بيعمل له examination، اللي عماله بيعمل له drainage. كيف يعني؟ يعني على فرض المثال انا لقيت بالاكزيلا في عندي lymphadenopathy. تمام. اكزيلا lymphadenopathy على السريع، اول شيء بخطر لي اني ايش افحص البرست، لانه الاكزيلري لنف نودز بتعمل درينج للبرست. تمام. هلا جنرالايز لنفادينوباثي بالعاده بتصير بنمبر اوف كونديشنز، 1 الليمفوما، 2 التي بي، 3 الاتش اي في، والسيستم انفلاماتوري ديسوردرز. يعني انا والله لما فحصت المريض لقيت اللنف نودز تبعته كلياتها نخ،
بفكر بهدول الدايجنوسيس. في اشياء سبوت دايجنوسيس انه تمام، هدول كثير مهمين، كثير بيركزوا عليهم. تمام، ايش هم؟ في اشياء بتكون فيشل ابيرنسز، ختاما للفيزيكال للتشابتر تبع الفيزيكال اكزام. ايش هم؟ بالهايبوثايرويدزم مثلا هتلاقي بيحكي لك كل هدول الاشياء على السريع. بدك تعرف ان هاي هايبوثايرويدزم بالسؤال. الجريفز ديزيز على السريع، اللي هي بتكون عندنا اوتو اميون ثايروتوكسيكوس، بيكون في عندنا مرض مناعي بياثر على الغده وبيسوي انكريز بالثايرويد هرمونز على السريع، معناته هذا جريفز ديزيز. في عندنا هايبوبيتوتيريزم، هايبوبيتوتيريزم بصير في عندنا بيل وانرنكلد سكن ولوس اوف هير، فعلى السريع بدك تعرف هاي الاشياء. بكون في عندك زي هيك اشياء فيتشرز واضحه، لما يجيب لك اياهم كامله كباكج بتعرف انه هذا الدايجنوسيس على السريع. تمام، لازم تعرف انه مثلا الاوستوجينيسيس امبرفكت انها توسومال دوميننت، هي مكتوبه لكم. هيرديتري هيموراجيك ترانجكتيزيس برضو، مايتوليك ديستروفي والداون سيندروم اللي هي ترايزومي 21. لازم تعرفوا كل هذول التفاصيل. تمام، هلا الميجر كروموسومال ابنورماليتيز، هذول كثير مهمين للام سي كيوز. تمام، لازم نعرف مثلا الداون سيندروم الترايزومي 21 بكون في عندنا 47XX او XY بلس 21. لازم تكونوا عارفين كيف بتنكتب هاي، اوقات كثير بجيبوها بالام سي كيوز بتنكتب الترايزومي 21، مش هم احنا 46 كروموسوم، هم بكونوا 47 بكونوا XX و XY، بنحط انه انو كروموسوم هو الزايد اللي هو ال 21. تمام، هلا الفيشل فيتشرز، الفيشل فيتشرز تبعتهم، واحد فلات اوكسبت من ورا راسهم فلات بكون، اثنين في عندنا ابس لانتنج بالبيبر فيشر. شو يعني؟ هلا هدول الابس لانتنج بالبيبر فيشر اللي هم هدول هم والابيكانثال فولد بكونوا موجودين عندهم بالايز. تمام، بالفيشل فيتشرز كلياتهم. هلا الابيكانثيك فولدز هم هاي انه اللي هي كيف مبداها، مبداها ان هي موجوده بالترايزومي بيشنتس ترايزومي 21 وموجوده وين؟ بالايجنت بوبوليشنز. كيف في عيون الايجنتس اليابانيين والصينيين؟ نفس المبدا هو هذه الابيكانثيك فولدز. في يعني اي واحد عنده ابيكانثيك فولد ترايزومي 21 لا، ولكن هم بشكل عام موجودين بهدول التو جروبز. برضو السمول نوز بكون عندهم برضو with poorly developed ridge، وبرضو small low set ears، وبكون في عندهم برضو بالآي brush field spots، وبالهاند single palmar crease. هدول الفيشل فيتشرز بس بكونوا بشكل عام، وهدول البرش فيلد اللي هي the gray white areas of depigmentation بالآي، وبكونوا associated with cognitive problems وكاردياك بروبلمز وغاسترونتستينال بروبلمز وبثالميك اوكيولر اندوكراين وهيماتولوجيكال ديسوردرز. هاي كثير مهم، فيري امبورتنت للام سي كيوز كلياته امبورتنت. تمام، برضو الكروموزوم الابنورماليتيز هذول كثير بحبوا يجيبوهم. تيرنر سيندروم تنكتب 45XO بكون، اما هذول بكونوا في عندهم ديليد بيوبرتي بالجيرلز. فيتشرز تبعتهم بتكون شورت، يكون في عندها ويبينج بالنك، سمول تشن، برضو لو ست ايرز لو هير لاين، وشورت الفورث تو بكون. الكلين فلتر سندروم، الكلين فلتر سندروم اللي هو بكون ال 47XXY، هذول برضو لازم نعرف عنهم، لازم نعرف انه كيف بدنا نعملهم سبوت دايجنوسيس. بكونوا برضو تول ستيتشر، بكونوا غاينيكوماستيا، بس هدول تبع انه هدول بكونوا ميلز الاكس اكس واي. تول ستيتشر وغاينيكوماستيا بكون عندهم ريدوست بيوبيك هير، وبكون في عندهم بكون في عندهم برايمري هايبوغونادزم ان ميل. ولازم نعرف انها هي الموست كومن كوز اوف هايبوغونادزم ان ميلز. تمام، هي the most common cause of primary hypogonadism in males. هلا هون بس تعديل بسيط، هم short fourth
بكون بالتيرنر سيندروم شو الشورت فور اند فيفث ميتا كاربلز بكون. هاي نسينا نذكر الميتا كاربلز بكون على الايكوندروبليزيا. الايكوندروبليزيا برضو لازم نعرف انها اوتوزومال دومينانت، لازم نعرف انه الترنك بكون نورمال بس اللمس بكون كثير شورت واعراض برود. الفولت اوف ذا سكيل بكون انلارجد برضو. الفيس بكون سمول والبريدج اوف ذا نوز بكون فلات. وهيك يعطيكم العافيه بنكون خلصنا الشابتر 3 اللي هو الجنرال اسبيكتس اوف اكزامينيشن.